لهذه المعضلة علاقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام، فإن ما تشهده الساحة الوطنية منذ 8 أشهر يعمل على استمرار مخاطرها ما دام مستمرا الشنآن بين أفراد المجتمع الواحد الذي تغذيه أيادي ملطخة بالمال الفاسد، والتي من مصلحتها أن يدوم الوضع الحالي تحقيقاً لمآربها ومصالحها الضيقة. وفي هذا الإطار تشكل الانتخابات الرئاسية المقبلة طوق النجاة الذي وضعه أشراف هذا الوطن بين أيدي الجزائريين، ويعمل ذوو الضمائر الحية منا على جعله منفذ النجاة في عالم لا يرحم كثر فيه المتربصون بالبلاد. لذا فإننا جميعا مدعوون ليوم تاريخي يرسم فيه الجزائريون من جديد طريق المستقبل، بما يفتح أبواب الفرج في زمان المحنة، ماشين في ذلك على درب من سبقونا إلى نكران الذات خدمة للمصلحة العليا لوطننا الجزائر الذي لا وطن لنا غيره.